بسم الله، والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج ايه في حكايه. احنا النهارده حد الكنوز، وفي حد الكنوز ربنا يسوع المسيح له المجد بيقول ايه جميله قوي في متى 6 26 و28: انظروا الى طيور السماء تاملوا ذا نابق الحقل. ودي ايه جميله قوي، وبنفكر ليه ربنا قال لنا كده، ليه ننظر الى طيور السماء وليه نتامل في ذا نابق الحقل. هي طبعا الايه مقصود بيها ببساطه ان احنا نعرف ان ربنا بيهتم بالكون فكمان بيهتم بينا. لكن احنا ما نبص لطيور السماء وذا نابق الحقل، يعني متهيألي ربنا عاوز يلفت نظرنا لكذا حاجه مهمه قوي. اول حاجه، شوفوا قد ايه الكون مهم جدا، جميل جدا، رائع، مبدع. كل حاجه في الكون جميله، نباتات، اشجار، طيور، سماء، ارض، بحر، انهار، كل الحاجات دي اتخلقت من اجل الانسان. فاذا كان الحاجات دي كلها فيها الابداع ده، يبقى قد ايه الانسان نفسه هو فيه برضو الابداع اللي ربنا حطه فيه جواه، الانسان اللي اتخلق على صوره الله ومثاله. اذا كان الكون هو الايقونه الجميله، هو الزينه الحلوه، الحاجه المزينه، فالانسان هو التاج بتاعها. فكل واحد فينا لازم يعرف كويس ان هو عند ربنا حاجه كبيره قوي، عشان كده ربنا خلق الكون كله لاجله. ده بنقوله في القداس الغرغوري: من اجل الجمت البحر، اذهلت طبيعه الحيوان، اخضعت كل شيء تحت قدمي. فما ربنا بيقول لنا انظروا لطيور السماء تاملوا ذا نابق الحقل، عشان تشوفوا الجمال في الكون، بس تعرفوا ان انتوا عندكم جمال اعظم من كده بكتير. قديس مقاريوس الكبير بيقول ان كل زينه السماء والارض ما تساويش الزينه بتاعت نفس واحده مع المسيح. يعني الانسان اللي عايش مع المسيح، الزينه اللي جواه، المجد اللي جواه، الغنى والنعمه اللي جواه اعظم من كل زينه السماء والارض. عشان كده كل ما نبص لطيور السماء، كل ما نتقابل في ذا نابق الحقل، نعرف قد ايه الكون حلو، لكن نعرف كمان ان احنا قد ايه فينا غنى غير عادي، فينا مجد غير عادي، فينا عظمه ربنا حطها جوانا، هي عظمه عمله فينا، محبته لينا، سندته دايما معانا، عمل الروح القدس، كل ده غنى كبير قوي. عشان كده النهارده حد الكنوز مين هو؟ ايه هو الكنوز؟ الكنوز هو الثالوث، هو الاب والابن والروح القدس، هو عمله فينا، هو سكن الروح القدس في اعماق الانسان، هو عمل النعمه في قلب كل واحد فينا. يا بخت كل انسان كل ما يشوف الكون يعرف قد ايه مش الكون ده بس حلو عند ربنا وعندي، لكن قد ايه انا كمان غالي عند ربنا انه عمل لي كل الحاجات الحلوه دي، ويعرف كمان ان الغنى اللي جواه اعظم من غنى الكون كله. لالهنا كل مجد وكرامه الابد امين.